السكور شيت. السكور شيت ده اللي هو ال 18 لاعب اللي موجودين يوم المباراة، لازم يكون موجود عدد من اللعيبة اللي من خارج الاتحاد الأوروبي في ال 18 لاعب. علشان كده قبل ما أبدأ معاكم في القصة هنطير إلى الجزائر، دولة الشقيقة، مع الأستاذ عمار بهلول عضو اتحاد كرة القدم الجزائري علشان نسأله عن القرار. أستاذ عمار برحب بحضرتك. أهلا بكم ولكل مشاهدين قناة الأهلي المحبوبة. طبعا في البداية كنت بتكلم على قرار اعتبار لاعبي شمال أفريقيا لعيبة غير محترفة، لعيبة محلية. عايز أسأل حضرتك أول سؤال، هل الجزائر فعلا فعلت القرار ولا لسه تحت الدراسة؟ طبعا بودي أوضح فيما يخص هذه الفكرة. الفكرة هذه صحيح أن كل الفيدراليات، كل اتحادات شمال أفريقيا بادروا بفكرة، وهي بورت فكرة نزلت على مسطح لم تكن لها قرار، لأن حابين لفائدة بطولات نوادي شمال أفريقيا يعطوا اللاعب الشمال جالي نوادي الشمس كلاعب محلي ماهوش لاعب اجنبي كما يلاحظوا به في كلاعب محترف اجنبي، وهذا ارادوا من ذلك ان يثري التشكيلات تاع كل النوادي، ولذلك ارادوا ان يعتبروا اللاعب تاع شمال افريقيا تاع نوادي الشمس كلاعب محلي تطبق عليه كل القانون. لكن لماذا ربما القرار لم ينتهي؟ لأنه مرتبط بقوانين الدول، حكومات من ناحية وزارة المالية، من ناحية قانون العمل، ما هي إلا فكرة ما زالت في الطرح، لم يكن لها القرار لأنها هي مشترطة بعدة أمور باش نجم تطبق في الميدان. طبعا عايز أسأل حضرتك السؤال الثاني، هل حضرتك شايف أن فعلا قرار زي ده ممكن يعود بالنفع إلى الدول العربية أو دول شمال أفريقيا، ولا ممكن يكون في بعض المشاكل اللي ممكن تحصل للاعبي الناشئين في بعض الأندية؟ لا لا لا، بالعكس بالعكس، لأن ما يخفاش عليكم أن الاحتكاك باللاعبين تاع شمال أفريقيا، لاعبين العرب تاع شمال أفريقيا، هو في نفس وقته ربما راح يعطي حافز ويعطي ربما حتى من المستوى يرتفع، لما تمثل نادي جزائري أن يكون له 4-5 لاعبين من نوادي تاع مصر يكون لهم مؤهلات كبيرة، أعتقد بهذا راح يفيد البطولات المحلية. ولذلك لما فكروا كل الاتحادات باش يمشوا في هذا السياق، يذهبون بهذا السياق، هو لفائدة تطوير كرة القدم على مستوى بلدان طبعا نوادي شمال افريقيا. وهذه الحقيقه، لان ما يخفاش عليكم ان كنا مرتبطين بقوانين تاع 3 لاعبين، ما دام لاعبين كما احنا في الجزائر لابد يكون عندك 3 لاعبين محترفين، ولذلك لما نفتح الابواب، خاصه ان نعرفوا بان نوادي تاع شمال افريقيا لها لاعبين مؤهلات كبيره كما الاهلي طبعا، وهو ارسنا هي فرسانه من اللاعبين، لما تشوف ارادوا ان 4 لاعبين ولا 5 لاعبين من الجزائر والاتحاد الجزائري اراد بهم فريق بورسعيد او فريق اخر تونسي، اراد ان يستفيد بالتجربه تاعهم بالامكانيات تاعهم الفنيه، طبعا هنا القانون يكون سهل بس جلب هؤلاء اللاعبين طبعا مع كل الحقوق اللي نروها لفائده الفريق ولفائده في نفس الوقت اللاعب بحد ذاته. هاخد حضرتك لمباراة مهمة جدا هتكون في دوري أبطال أفريقيا، لكن ما ينفعش يكون موجود معايا عضو اتحاد كرة القدم في الجزائر وما اسألوش عن شايف ازاي مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في الدور قبل النهائي في دوري أبطال أفريقيا. أنا كان لي شرف أن كنت محافظ مقابلة تاع الأهلي في اسكندرية مع فريق تاع لبناني، وكنت ربما شفت الأهلي أنا يومها يعني في المقابلة كانت بالتعادل، رأيت ماذا يحدث الأهلي، لكن تأهلوا بثبت بأن الأهلي موجود. احنا طبعا فيما يخص المقابلة اعتبر الجزائريين والأهلي لهم مكانة كبيرة في وسط الجزائريين، ربما راح يكون استقبال حار، راح يكون طبعا ربما، وهذا الشيء لأن الأهلي راهو كأن فريق ترسنا من اللاعبين، انجب لاعبين كبار وهم في صف الفريق الوطني، اعتقد بأن المقابلة راح تكون مقابلة أخوية قبل أن تكون طبعا رياضية. طبعا ما في شك، والجزائر واحنا نرحبوا بهذا الفريق، لابد أن يرجع هذا الفريق بمعنويات مرتفعه مهما تكون النتيجه، لان لابد ان في اخر المطاف هو احتكاك بين شقيقين مصر والجزائر.
مظبوط. استاذ عمار بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معايا في قناه الاهلي، عضو اتحاد كره القدم الجزائري، وكان كلام